فقرة مهمة جدا خاصة بالبشرة. طبعا في الصيام بيحصل يعني ان نضارة البشرة بتقل شوية، لان يعني طبعا المية بتدي نضارة، واحنا طول اليوم تقريبا بنبقى صايمين او نص النهار، فقلة المية بتأثر اكيد على البشرة. الى جانب طبعا انه في عوامل تانية بتؤثر على البشرة، الحرارة، ان احنا في الجو حر شوية اكيد البشرة بتقرأ. هنعرف معاكم النهاردة ازاي نحافظ على بشرتنا اثناء الصيام وبعد الصيام. ضيفنا دكتور منير ويليام، خبير جراحة التجميل، وايضا استاذ امراض الامراض الجلديه. اهلا بحضرتك دكتور منير. يعني البشره حساسه جدا، وكل البنات والسيدات بتعمل لهم شويه قلق ومشاكل كده اول ما يحصل فيها اي حاجه. خلينا نتكلم بشكل عام الاول، يعني نظافه البشره يوميا، يعني في اليوم كده المفروض نعمل ايه عشان نحافظ عليها؟ والحقيقة احنا اخترنا نتكلم عن البشرة، ففي البداية البشرة دي جزء من الجلد، والجلد ده أكبر جزء في جسم الإنسان. الجلد وزنه من 4 إلى 6 كيلو في الإنسان البالغ، وبالتالي فهو أكبر جزء. مساحته من 1.8 متر ل 2 متر مربع. سمك الجلد من 2 ل 4 ملي. والجلد عشان نتكلم عنه، الطبقة الخارجية هي طبقة البشرة، تحتها طبقة بسيطة اللي هي طبقة الأدمة، وبعدين الطبقة الدهنية اللي تحت كده. عشان احافظ على البشره، سيادتك قلت في البدايه ان لابد ان انا ادي للبشره كميه عاليه من المياه، لان المياه هي المسؤوله عن نضاره البشره. طبعا اقل من 4 لتر للبشره، الانسان اللي محافظ على كميه الميه طول عمره، دي مقوله معروفه جدا، ان عمره ما بيفكر يروح لدكاتره ولا حاجه، ولا فيش سيده بتشرب ميه كتير لا تشتكي من حصوات مراره ولا حصوات كلى ولا بشره بتسقط ولا تجاعيد وجه ولا الكلام ده كله. لكن ما ننساش ان الصيام ده على قد ما هو ممكن يكون متعب كتير بالنسبه للبشره، لكن هو مفيد جدا لعلاج امراض ثانيه كتيره جدا. على سبيل المثال لو سيادتك قسمت البشره، هتلاقي انواع البشره 6 انواع. في البشره الدهنيه اللي هي البشره تتميز بمسام واسعه، تتميز بطبقه دهنيه زيتيه موجوده. وفي طبقه البشره الجافه اللي هي تشتهر بتجاعيد الوجه وحاجات زي كده. وفي البشره المركبه اللي هي ما بين دهنيه وجافه، بنلاقي منطقه مقدمه الراس والانف دهنيه وباقي الوجه بيكون جاف. وفي البشره الصبوحه الجميله اللي هي دايما صغيره. وفي البشره الحساسه اللي هي اي اكل فيها ياثر فيها يبتدي ياثر. وفي البشره الملطخه اللي هي مليانه حصوايصلات وتجاعيد وندبات. دي كل انواع البشره. لما نتكلم عن الصيام، نلاقي الصيام بيفيد جدا. ايه بيفيد؟ البشره الدهنيه، تبتدي البشره دي كميه الدهون الموجوده فيها، المسام بتاعتها تبتدي تقفل على طول فتره الصيام، فبتستفاد. يعني الدهنيه بتستفاد في الصيام. البشره المركبه بتستفاد. البشره الحساسه اللي هي بنقول اي اكل فيها بيأثر ويبتدي يعمل بعض انواع الارتكاريا والتجاعيد والعلامات والبقع الحمراء، بتستفاد. يبقى اذا هنا الصيام ممكن يكون عن طريق افاده تماما نسبه عاليه جدا من انواع البشره. ده للثلاث انواع، لكن الانواع الثانيه مثلا انما بعد كده في نفس الوقت انت سالت السؤال في البدايه عن ان احنا ازاي نحافظ على بشرتنا. نحافظ على بشرتنا اولا من ناحيه غسل البشره. البشره الدهنيه بتحتاج انها تتغسل من 3 إلى 5 مرات في اليوم، بينما البشره الجافه بتحتاج تتغسل مرتين في اليوم مثلا. طبعا النوع الصابون اللي انا بستخدمه في البدايه، احنا ممكن نستخدم صابون متعادل، لكن ممكن البشره الدهنيه تحتاج لانواع معينه من الصابون اللي فيه نسبه زيوت عاليه، بينما البشره الجافه تحتاج للصابون اللي فيه نسبه زيوت. طبعا انا استاذن حضرتك، هناخد منال ونرجع نكمل. منال الو. الو صباح الخير. ايوه منال ازيك؟ انا كويسه. كنت انا انت طيبه. اتفضلي يا منال قولي السؤال. حضرتك انا عندي تأثير في البشره. معلش عايز صوتك شويه منال. حضرتك انا عندي تأثير في البشره. وايه والشقور كده صغيره، فمش عارفه اعمل ايه، وبصرتي من دهنيه. طب انت عندك كام سنه اساسا؟ انا عندي 17 سنه. انت صغنطوطه خالص. طيب وايه تاني سؤالك؟ ايه؟ سؤالك تاني يعني؟ هو بس ده السؤال. دي اسئله بس كده، مفيش اسئله تانيه؟ في اسئله يا دكتور؟ لا هرد عليها. طيب احنا هنرد عليكي حالا. بشكرك. اتفضلي. هي قالت كلمتين. هي قالت ان بشرتها دهنيه، وقالت ان بشرتها بتقشر. تمام. هنا الخطا الكبير اللي بنشوفه. ليه بقى؟ ان الانسان بيعتقد ان بشرته دهنيه، فيجي يغسل وشه كذا مره. يغسل وشه وبعدين يقول لا لسه البشره ده دهنيه، لسه في طبقه زيت على جلدي، تبتدي تغسل تاني. تدخل في مشكله كبيره، ان البشره تتحول من دهنيه الى جافه، او اذا زادت من هذا سوء الاستعمال تبتدي تبقى البشره تحصل لها نوع من انواع الاكزيما، اللي هي ابتدت تقول البشره ابتدت تقشر. هنا سوء معامله البشره. احنا نرجع للدية نقول لها ان هي محتاجه انها تقلل عدد مرات غسل الوجه. تمام. وتستخدم نوع معين من الصابون اللي فيه مواد دهنيه بطريقه ثانيه. وبعدين تحتاج لبعض الملاطفات، ممكن البشره دي تستفاد وترجع للمعدل الطبيعي. انما هذه الانسانه تتعامل مع البشره بسوء استخدام، هيبتدي يحصل معاها اكزيما من انواع الاكزيما زي ما شايفه، اكزيما الجفاف، وهتدخل في مشاكل بعد كده، التهابات وحاجات زي كده.
من سوء معاملتها للبشره. المفروض تروحي لطبيب مختص يعني. هي البدايه قبل ما تروح للدكتور تستخدم صابونه دهنيه وتبتدي تعتدل في عدد مرات الغسيل، اتوقع مع استخدام ملطف يتناسب مع بشرتها اتوقع ان المشكله هتتحل على طول بسهوله. طيب تمام، ناخد معانا اماني. الو. طبعا. عليكم السلام، ازيك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ كل سنه طيبه. وحضرتك؟ ممكن اسال الدكتور سؤال؟ اتفضلي. انا كنت عايزه اسال يا دكتور عن الحقنه اللي هي مضاده الاكسده، في دكاتره كتير بيقولوا في التلفزيون بس احنا مش عارفين، هي هم بيقولوا ان هي مفيده للجلد، مش عارفين دكتور مين اللي يكتبها ولا اي حد ممكن ياخدها، ومفيده في ايه، وممكن ناخدها احنا من نفسنا ولا لازم دكتور يكتبها؟ يا ريت حضرتك بس ترد عليا بعد اذنك. طيب حاضر يا اماني، في اسئله ثانيه؟ لا ربنا يبارك. طيب انا بشكرك على اتصالك. طيب يا دكتور نجاوب على موضوع. لا انا الحقيقه سعيد بالسؤال ده لان في اعلانات وهميه وفي حاجات احنا المفروض نفهمها. تمام. ايه موضوع مضادات الاكسده؟ مضادات الاكسده عباره عن في بعض الفيتامينات زي فيتامين الف و ه و ج، هذه الفيتامينات مع بعض المعادن زي السيلينيوم والمولبدنم دي مواد اساسا بتحافظ على البشره وبتكسر حاجه اسمها الفري راديكالز اللي هي المواد اللي بتكسر الجلد وبتعمل تجاعيد دلوقتي. لما اجي اقول في حقن مضادات الاكسده انا اقصد هل هو فيتامين الف ولا فيتامين ج؟ طب ما الكلام ده موجود عندي في القدرات الطازجه اللي موجود فيها فيتامين الف الموجود بنسبه عاليه، وموجوده في الفاكهه الطازجه اللي فيها فيتامين ج المسؤول عن تنظيف الاوعيه الدمويه. يبقى لما اجي اقول دي حقنه اكسده واغالي من سعرها، ما هي الا عباره عن فيتامين ج او فيتامين الف او فيتامين ه، وممكن تتاخد على هيئه كريمات وبعض المعادن النادره. الحقيقه انا بشوف الاعلانات دي وبقول ان هذه الاعلانات اعلانات وهميه. مفيش حاجة اسمها حقن مضاد الأكسدة وتتخيل لكل واحدة أو لكل واحد إن مجرد ما هياخد الحقنة هيصغر 20 سنة ولا هيصغر 30 سنة، لا لازم نكون بقى واقعيين ويبقى عندنا ثورة في حياتنا في كل حاجة. دي يعني إعلانات فيها نوع من الوهم. طيب نرجع بقى لموضوع تنظيف البشرة، أنا عايزة أعرف بقى بشكل عام، يعني أنا دلوقتي طول اليوم أي بنت أي سيدة بتشتغل أو ما بتشتغلش بتتعرض لو نزلت الشارع لتراب لحرارة. برضو الناس الصايمه بتجف البشره شويه زي ما قلنا من قله الميه، يعني عوامل كتير بتؤثر على البشره على مدار اليوم. لما نيجي احنا اخر اليوم بقى نعمل ايه للحفاظ على كل الحاجات اللي اثرت على البشره على مدار اليوم؟ شوف سيادتك انا دايما بحب الوقايه خير من العلاج. تمام. انا بقول ان في البدايه التغذيه بتاعتنا. لو سيادتك التغذيه بتاعتك فيها طبق الخضار الطازه اللي فيه فيتامين سلطة طبعا بالظبط، هذه السلطه كل ما كانت المكونات بتاعتها اكثر احضرارا اكثر احضرارا اكثر احضرارا، كل ما كانت نسبه البيتا كاروتين فيها اعلى. تمام. كل ما كان فيتامين الف اعلى، فيتامين الف ده عباره عن الاسمنت بتاع الجلد، هو موجود في الجزر اكثر. لا في كل حاجات ثانيه بس بكل بكافه الانواع الحقيقه. وعايز اقول لك ان الاسمنت بتاع الجلد هو فيتامين الف اللي هو موجود في الطبق السلطه اللي موجود عندنا. طبعا. عمر الصيام هياثر عليا لو انا باخد طبق السلطه الطازج ولو انا باخد الفاكهه الطازجه اللي فيها فيتامين الف وفيتامين ج. فيتامين ج على فكره ده بيغذي الاوعيه الدمويه اللي بتغذي البشره، يبقى البشره فيها نضاره وحيويه. عمرنا ما قلنا ان الصيام بيأثر بالدرجه الى حد ما بالنسبه للبشره. يبقى نهتم بتغذيتنا نمره واحد، نمره اتنين الاعتدال في غسل البشره. انا لسه بقول ان في بشره دهنيه وبشره جافه وبشره حساسه، لازم اعرف انا ايه نوع بشرتي واعتدل في استخدامها. الحاجه الثالثه نوع الصابون اللي انا بستخدمه. هل هذا الصابون هل هو قلوي؟ هل هو حمضي؟ لان في بعض المواد مثلا لو واحده عندها حب شباب او حد واحده عندها اكزيما دهنيه بنضطر احنا نستخدم بعض انواع الصابون الحمضيه. طب احنا المفروض نختار يعني دون ذكر اسماء نختار الصابون الجيد ازاي او نعرفه من الرديء ازاي؟ هو سيادتك احنا عاده بنستخدم الصابون القلوي ما لم يكن هناك بعض المشاكل في البشره. البشره لو فيها بشره دهنيه او فيها نوع معين من انواع الاكزيما بنستخدم الصابون الحمضي، لكن عاده الصابون المعتدل اللي هو نيوترال لو هو حمضي ولا قلوي ده اكثر انواع الصابون قبول بالنسبه للبشره. يعني زي ما انت شايفه يبقى احنا استخدمنا انواع البشره، استخدمنا التغذيه بتاعتنا، استخدمنا الاعتداد بالنسبه للغسل، استخدمنا النوع المناسب للصابون، النوع المناسب للملطفات. الحاجه هي الكريمات يعني بس بالظبط. الحاجه المهمه قوي قوي وانا بشوفها الحقيقه تجي لي الست او تجي لي الراجل يقول لي انا طول عمري بستخدم عازل شمس. ده كلام فارغ. ايه الكلام ده كله؟ لا كلام مش مظبوط. عوازل الشمس عشان نتكلم وطبعا يقول لك انا بستخدم الدرجه العاليه والدرجه الواطيه والكلام ده كله. الحقيقه عوازل الشمس شيء غير مستحب مطلقا للبشره. احنا دايما نسمع خطوط كل مطلقا لسبب صغير. سي
احتياج لك عادل الشمس لابد انك تستخدميه، عشان تستخدميه بالطريقه السليمه يبقى تستخدميه كل ساعتين، دي حاجه. الحاجه الثانيه انك انت لابد انك انت مجرد ما تبطليه ممكن الجلد يبقع منك. الحاجه الثالثه انه بيمنع الشمس تدخل البشره، تكون فيتامين د المسؤول عن تكوين العظام وهكذا. الحاجه الرابعه ودي الاخطر، انك لما تستخدمي عادل الشمس طول عمرك البشره هتجعد وتبتدي تظهر علامات الزمن، لان ده بيمنع كل ما هو يتنفس بالنسبه للبشره. فانا واحد من الناس بمنع مطلقا استخدام عوده الشمس الا اذا انت رحتي من لوكيشن للوكيشن. يعني انت سافرت مصر ماشي نستخدم عزل الشمس لان في تغيير. وان كان حتى عدم استخدام عزل الشمس الجلد معروف انه بيصلح نفسه كل 28 يوم. يعني انا لو اسمريت فانا في نفس درجه الجلد في خلال 28 يوم بيرجع البشره للون الطبيعي. يمكن البشره احنا بنقسمها من حيث البقع والحاجات دي كلها الى 6 درجات، ابتداء من البشره الحساسه اللي هي ذات الشعر الاحمر، ومرورا بالبشره اللي هي الشقراء ذات العيون الزرقاء، ومرورا بالبشره البنيه درجه 4 اللي هي احنا كمصريين، وانتهاء بدرجه 6 اللي هو البشره الزنجيه السوداء. كل هذه الدرجات من البشره، لو سيادتك درجه 3 أو 4 او انا درجه 3 أو 4، لو انا اسمريت فانا اسمريت في درجه 4 اسمر، هرجع اتصلح وابقى درجه 4 كما كنت. يبقى اذا عوازل الشمس من الحاجات الغير مستحبه على الاطلاق تماما. طبعا عمي يوسف، هو للاسف وقت الحلقه خلص، فبشكرك جدا، استفدنا من المعلومات معاك، وبشكرك مره ثانيه. بشكرك جدا. بشكر مره ثانيه دكتور منير ويليام خبير جراحه التجميل، وايضا استاذ الامراض الجلديه. بشكركم على متابعتكم لكل فقراتنا النهارده، واشوفكم ان شاء الله الحد الجاي على خير. باي باي.